شارك المعرفة. مرحباً أيها الرائعون، في هذه المقالة التحفيزية سنتطرق لكيفية أن تصبح رجلاً أو امرأة متفوقة. هناك دائماً مجال لتكون شخصاً أفضل، ومع ذلك فإن معظم الناس راضون عن مستواهم المتوسط، أما غير الراضين فيمكنهم فعل شيء حيال ذلك. لذا فإن النقاش حول سمات وأسلوب حياة الرجل أو المرأة المتفوقة يجب أن يغير نظرتنا للموضوع بشكل إيجابي. الرجل الراقي يبحث عما في نفسه، في حين الرجل العادي يبحث عما عند الآخرين. إنه يسعى إلى التحسين من أجل التأثير. الرجل المتفوق يضع التفاني كأولوية بدل الراحة. نعني بالتفاني أنك تضع استراتيجيات طويلة المدى على حساب استراتيجيات المدى القصير. فيما يلي تسع سمات للرجل المتفوق التي يجب على المرء أن يتبعها من أجل الارتقاء بنفسه. أولاً، متعلماً. عندما نتحدث عن التعليم فإننا لا نركز على الدرجات العلمية وإنما على الحكمة. التعليم هو نتاج كل تجاربنا. عادة ما يكون هذا هو الشيء الذي تستخدمه للمضي قدماً في الحياة بعد تخطيك مرحلة الدراسة. في هذا السياق، حصولك على درجة عالية من التعليم يترجم إلى فهمك لأشياء تتجاوز قدرتك، مثل ثقافاتنا وعاداتنا المختلفة. يمكن للأشخاص المتعلمين إجراء محادثة بسهولة مع أي شخص حول مواضيع مختلفة. هذا لا يعني أنك موسوعة متنقلة، الأمر أعمق من ذلك. جوهرياً، ذلك يعني أن لديك نفس سمة الرجل أو المرأة المتفوقة، وهو الفضول لفهم العالم. الحقيقة هي أن ما يدور في العقل المثقف من أسئلة أكثر بكثير من الإجابات. أن تكون كما أنت، متواضعاً ولطيفاً، هو علامة على تعلمك. ثانياً، ذا مهارات تقنية ومهارات شخصية. المهارات التقنية تجعلك مؤهلاً لشغل منصب ما، أما المهارات الشخصية فهي التي تساعدك على إتقان مقابلة عمل. إن المهارات التقنية هي ما يمكنك بناؤه، أما المهارات الشخصية فهي الطريقة التي تجعل الآخرين يبنونها معك. إذا كانت جميع مكتسباتك مهارات تقنية فسيقوم شخص ما بتوظيفك لبناء حلمه. إذا كانت جميعها مهارات شخصية فستحتاج إلى معرفة كيفية إقناع البناة لمساعدتك في بناء مهاراتك الخاصة. أما إذا اكتسبت كليهما فسيضيفان قيمة كبيرة للرجل المتفوق الذي ترنو إليه. تتعلق المهارات الشخصية بذاتك أكثر مما تتعلق بمكتسباتك المعرفية، ويمكنك تطويرها من خلال التعلم السابق ذكره. هذه الجذور التعليمية هي التي تشكل هويتنا والقيم التي ندافع عنها. لا تكن ذلك الشخص الوقح بمجرد أن تصبح في موضع قوة، فالمجتمع في تغير مستمر. الحقيقة هي أننا أصبحنا نثمن قيمة المهارات الشخصية، في حين يتم توظيف المزيد والمزيد من المهارات التقنية بصفة آلية. في عالم المستقبل، ستعمل المهارات التقنية على برمجة الروبوتات بناءً على المهارات الشخصية للآخرين. ثالثاً، يمكنه التحدث عن الفن. للجميع القدرة على التفاعل مع الفن. عند الحديث عن الفن، يفكر معظم الناس في اللوحات الجميلة على جدران بعض المتاحف، لكن الفن هو كل ما يجعلك تشعر بشيء ما. الفن ثقافة مستترة في لحظات مختلفة من الزمن. يزدهر الرجل المتفوق عندما يكون محاطاً بالفن. العيش في مدينة جميلة، ارتياد الجبال أو الشواطئ، والاستماع إلى الموسيقى التي تجعل روحك تتحرك وتنظر في عيني شخص تحبه بينما تتسارع نبضات قلبك بسرعة، هذا هو الفن. في اللحظة التي تدرك فيها ذلك، تتغير نظرتك للفن تماماً. لم تعد كل صور الفوتوغرافية المفاجئة أو اللوحات على الحائط مجرد لوحات فنية جميلة، بل هي قصص ومشاعر من الماضي صمدت أمام اختبار الزمن. معرفة الفن هو فهم العالم، لأن العالم في حد ذاته فن. رابعاً، يتحدث أكثر من لغة واحدة. ما لا يعرفه معظم الناس أنه لا يمكنك أبداً فهم لغة واحدة إذا لم تكن متمكناً من لغتين على الأقل. لطالما اكتشفنا أنه من الرائع تغيير طريقتنا في التفكير كلما راوحنا بين اللغات.
تحدد اللغة الثقافة وتختلف كل ثقافة عن غيرها في طريقة التعايش الخاصة بها. اللغة هي خارطة الطريق للثقافة، تخبرك عن أصول الآخرين ومدى انفتاحهم على الغير. إنه لأمر مدهش كما أصبحت أكثر رقياً عندما أضفت لغة جديدة لزادك المعرفي. تبدأ في فهم نسق الحياة لتكوين روابط لم تكن متاحة لك سابقاً. ليس هذا فحسب، بل تسمح لك أيضاً بالحصول على شتى الطرق للتواصل مع الآخرين. إنه تجاوز للذات نحو اندماج مع الآخر. أنت لا تحبذ نظرتهم السطحية لك، وإنما بدلاً من ذلك تبذل قصارى جهدك للتواصل معهم بلغتهم الخاصة. خامساً، يجيد الطبخ ومضيف رائع. ما لا يعرفه معظم الناس هو أن الطهي لا يتعلق بالأكل بقدر ما يتعلق بالأشخاص. يعد الأكل أحد الأشياء القليلة جداً في العالم التي لديها القدرة على اللمس شمل الجميع. هذا هو السبب في أننا جمعنا صفتي إجادة الطبخ وحسن الضيافة في نفس النقطة، لأن كليهما يخدمان نفس الغرض، وهو لم الشمل. إلمامك بكل ما يتعلق بالأكل يترجم إلمامك بأمور الصحة بوجه عام، وإلى حد ما فهم أنك لا تطعم نفسك وإنما تطعم الجسم الذي يحويك. الشخص الذي يفهم في الأمور المتعلقة بالأكل هو شخص على دراية بنسيج المجتمع، لأن المجتمع نفسه ينجذب إلى كل ما يتعلق بالطعام. لا أحد يولد طباخاً رائعاً، كما هو الحال مع كل شيء عظيم في الحياة يتعلمه المرء عن طريق الممارسة. الأمر نفسه ينطبق على كونك مضيفاً رائعاً، كما هو الحال مع أي مهارة قيمة، فهي تتطلب الممارسة، الدراسة، التعلم والإبداع. الضيف لا ينسى أبداً مضيفاً جعله يشعر بأنه مرحب به. يتذكر الناس كيف جعلتهم يشعرون، لذلك يدرك الرجل المتفوق متى يبني مجموعة مهاراته في الوقت المناسب. سادساً، مسافر جيد وحكيم. معظم الناس يخلطون بين السياحة والسفر. أنت لا تسافر إلى وجهة ما، أنت تسافر لتتعلم رؤية الأشياء بشكل مختلف. نرى العالم يتغير عندما نسافر بشكل صحيح، لأن الأراضي ليست هي الأجنبية في الرحلة، إن المسافر هو الأجنبي عن تلك الأراضي. أنت تسافر بالفعل عبر الزمان والمكان كل يوم، لكن القيام بذلك عن قصد يرتقي بوجودنا درجة. ينظر الرجل المتفوق إلى السفر على أنه تعلم. يمكنك حفظ جغرافية مكان ما من كتاب أو الذهاب لاكتشافها بنفسك. تعرف على شكلها الحقيقي، كيف تبدو رائحتها ومذاقها. الرجل المتفوق لا يسافر للوصول إلى مكان ما، بل يسافر للتعرف على نفسه أكثر. ابحث عن وقت للسفر قبل نفاذ وقتك. سابعاً، ما وراء النجاح والاحترام تواضعه وثقة الآخرين به. ثنائية أن تكون ناجحاً في علاقاتك الاجتماعية من جهة واكتسابك ثقة الآخرين وسهولة التعامل معهم من جهة أخرى هو بمثابة خلق التوازن الذي يحقق لك إنجازاتك الفردية. نعتقد أن الفيلسوف الصيني كونفوشيوس عبر عن الأمر بشكل أفضل عندما قال: الرجل العظيم متواضع في أقواله ولكنه متفوق في أفعاله. يتطلع الآخرون إليه للحصول على المشورة والتوجيه. لقد وضع خططا وأثبت جدارته وحكمته، وهو الآن قائد في مجتمعه. حقق النجاح واكتسب الثناء، ولكن لا ينسى أبدا أنه في مرحلة ما بدأ من الصفر. ثامنا، سعيد. لسبب غريب ربط المجتمع النجاح بالتعاسة. كلما كنت أكثر ذكاء توقع منك المجتمع أن تكون أقل سعادة، ولكن إليك السؤال العميق: إذا كنت ذكياً جداً فلماذا لا تشعر بالسعادة؟ لماذا لا تستطيع استرجاع سعادتك بهذا العقل الكبير الذي لديك؟ يتبع الرجل المتفوق أسلوب حياة سعيد، ولا يرضى بلحظات المتعة العابرة التي يمكن تفسيرها على أنها سعادة. أنت لا تريد أن تعطي انطباعاً بالسعادة، أنت تريد أن تكون سعيداً حقاً. لتحقيق السعادة يجب على المرء أن يتعرف على نفسه، ولكي يحقق ذلك عليه أن يكتشف الطريقة التي وصل بها الرجل المتفوق إلى ما هو عليه اليوم، وذلك من خلال استكشافه العالم وجني ثمار هذا الغزو. تاسعاً، يدرك محدودية قدراته. بعض من هذه الحدود يفرضها الرجل المتفوق على نفسه، لأن إدراك المرء لمحدوديته علامة على الكفاءة.
كأفراد ليس من المفترض أن نكون الحل الشامل الذي يخدم الجميع ويرضي الجميع. بدلاً من ذلك سيفهم الرجل المتفوق نقاط قوته وسيراهن عليها بشدة، لأن في لعبة الحياة تؤدي المراهنة على نقاط قوتك إلى نتائج أفضل بدلاً من محاولة إصلاح نقاط ضعفك. لا تسمح لمحدوديات المحيطين بك أن تصبح جزءاً منك. اقفز إلى المجهول وغامر، حتى لو لم يكن ما ينتظرك ممتعاً فأنت تتطور من خلال التجربة. لا تخف من البحث عن محدودياتك. إذا كنت لا تستطيع مواجهة مخاوفك فستصبح قيوداً تكبلك. لا تنسى الاشتراك في قناة أوديولابي، الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات. إلى اللقاء.